بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تسير الامور. صدق الله العظيم. الهي كيف اشكو لك حالي وانت اعلم بحالي مني وكيف يخيب املي في الدنيا وانت عفوي ورجائي. ان قدرت لي الذل فمن يستطيع ان يعزني وان قدرت لي العز فمن يستطيع ان يذلني. علمتني الادب وعلمت جوارح الادب علمت العينين الادب فقل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وعلمت الاذنين الادب فقل ولا تجسسوا وعلمت لساني الادب ان لا يغفل عن ذكرك وتوحيدك وعلمت القدمين الادب فقل ولا تمشي في الارض مرحا. حقا اني عصيت ان شاء عذبني لكنه بجميل الستر غطاني اعصاه يسترني انساه يذكرني فكيف انساك يا من لست تنساني. قالوا تسل عن هذا الدين فقلت بمن فكيف التسلي والاحشاء نوراني. ان التسلي في مذهبنا حرام فكيف ارضى لنفس الكفر بعد ايماني. شارب الخمر يفيق من سكرته وعاشق حب الاله يعيش العمر سكرانه. حقا لا تعتمد على الحب لانه شيء نادر ولا تعتمد على الصاحب لانه في يوم غادر. بل اجعل اعتمادك على مولاك انه على كل شيء قادر. اخواتنا اخوة الايمان والاسلام افتتاحا لهذه الليلة القرآنية المباركة والتي تقام لتكريم روح كريمة صعدت الى رب كريم تلاوة قرآنية مباركة عطرة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل القارئ المقيم بمركز ومدينة زقازيق. نسأل الله عز وجل أن يوفقه حسن التلاوة وأن ينفعنا بتلاوته فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتقوا الله
واتق الله. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى البيوت من أبوابها واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yeah.
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام الشهر الحرام والحرمات قصاص.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمة في الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات الحصان فتبع تتاليهم ما تدعو عليه بمثل ما تدعى عليكم واتقوا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين اللهم صل على محمد.
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي تلك عشرة كاملة فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن
أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله بمثله مددا. سبق الله العظيم. ايها السادة، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل القارئ المقيم بمركز ومدينة الزقازيق. نقلنا لكم عبر أسير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة ولؤلؤة الأنوار وقصر الضيافة الذي كملا وجملا بمعرفة علي المرصفاوي والمقيم بطريق خدمة الفندقية المتميزة إدارة المتر محمد السني والمقيم بطريق وقام معنا بتصوير هذه الليلة القرآنية المباركة المهندس ناصر صلاح والمقيم بالنخاس.
باسم أسرة المتوفي ويشكرون كل من أتى ليؤدي واجب العزاء. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.